تلمت أفداه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالسلام نحيا وبه نحييكم، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا إلى حلقة جديدة من برنامج الفتوى اليومي هلا سألوا. وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل أبو عبد السلام، حياكم الله شيخنا الكريم، أهلا وسهلا. ومعنا الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي، فحياكم الله دكتور كمال، أهلا وسهلا وبكم، أهلا وبرك فيكم. نتواصل معكم أيها الحباب الكرام على أرقام الهاتف الظاهرة أدنى الشاشة، وبعد بيان موضوع اللقاء. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والجنة دار السلام، وهي تحية المؤمنين في الجنة وتحية أهل الإسلام في الدنيا. والسلام طريق المحبة والتعارف بين المسلمين، ومن حافظ عليه حاز فضلا عظيما وثوابا كثيرا، وكلما زادت كلمات السلام زادت حسنات العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحديث يرويه الإمام مسلم فضيلة الشيخ أبو عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام هو الركيزة الأساسية لطمأنة الناس على حياتهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. وإذا عم السلام حياة الناس في علاقاتهم عم الرخاء وعم الهناء وعم التفكير في نفع الغير. وكلما انتشر السلام أكثر عاش الناس طمأنينة وسعادة لا تشبهها سعادة ولا طمأنينة. ولذلك الأمل الذي يعلق عليه الإسلام أو المسلمون عفوا يعني أمالهم ومستقبلهم ويتمنونه بكل ما أوتوا من قوة هو الجنة. فإذا به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: والذي نفس محمد بيده، قسم احلف وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى يمين، ومع ذلك احلف للدلالة على عظم الأمر وعظم الشأن الذي سيحدثهم فيه. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني الإيمان هو مفتاح الجنة. ما فيش إيمان ما فيش جنة. ولكن ماذا بماذا نحقق هذا الإيمان حتى نكون من أهل الجنة؟ أمين يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، يعني عفوا، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. معناها الإيمان تاعكم ما راحش يكون صحيح عميق في قلوبكم، قوي في علاقاتكم، ظاهر في سلوككم، إلا إذا صاحبه ذلك الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحبوا، معناها حتى يكون معناها قلبكم مفعم بالمحبة، ليس فيه بغض، ليس فيه حسد، ليس فيه حقد، ليس فيه كراهية. المؤمن من طبعه أنه يألف ويؤلف، أنه يحب ويحب، لأن طبيعة البشر طبيعة الكائنات. إذا أحببت الإنسان فاعلم أنه يحبك ولو لم يكن هناك إفصاح بينكما، لكن إذا وجدت في قلبك أنك تحب فلانا فاعلم أنه يحبك، لأن الرسالة التي بين القلوب هو هذا الحب، هذا دون أن تفصح عنها الألسن. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لماذا؟ لماذا اشترط في كمال وتمام الإيمان هذه المحبة؟ لأن بالمحبة ينتفي كل أذى وضرر. هل وجدت إنسانا يحب
غيره ويضره أو يضر به يكيد له؟ أبدا، تجده يجتهد في مساعدته، في بذل الخير له، وفي بذل النصح له، وفي الدفاع عنه، وفي الذود عنه في المجالس يذكر فيها، لأن دافع الحب أقوى. ولذلك قال إيمانكم لا يكتمل إلا إذا صاحبه حب. الحب، والحب هنا جعله يستغرق بمعرف، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى ينتشر الحب فيما بينكم. والحب أوسع وأكبر من أن يضيق في علاقة زيد بعمره، لأن ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إلى أين يذهب هذا الحب؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا كان الإنسان محبا لله تعالى، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل في حقه أن يصدر منه شيء يضر بالغير أبدا، لأنه إذا تكلم بكلام نافع لا يضر. إذا نظر بنظرة الرحمة والشفقة والأخوة والمحبة. إذا سمع معاناة بادر بدافع هذه المحبة إلى المساعدة وإلى الغيث. معنى ذلك لا يصدر منه إلا نفع، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما ما هو زبد فيذهب جفاء، وما من زبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن ما الذي ينفع الناس؟ هو المحبة، وبالمحبة ينتفع الناس ببعضهم. لا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، شو أسلوب التربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلفت انتباه الصحابة بطريق السؤال الذي يعلق فيهم الأمل لسماع الجواب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ بلى يا رسول الله، نعم، أعلمنا، أرينا هذا الطريق. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا سلم الإنسان من غيره من الناس في عرضه في دمه في ماله، على ماذا يخاف؟ وبماذا يعامل ويبادل الناس في معاملتهم مقابل هذا الأمن والأمان الذي عمه من هذه المحبة؟ إذن معناها المحبة والسلام ومفتاح الهناء، مفتاح السعادة، مفتاح الوئام، مفتاح الاطمئنان من بعض على لبعض. لأن لماذا نحن نقول عندما ندخل جماعة ونقول السلام عليكم، قد أكون غريبا على من في الجماعة؟ فعندما يدخل إنسان غريب عليهم، أليس من 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 المؤكد أنهم يحتاطون منه، يحذرون منه، لا يبادرون بشيء حتى يعرفوا حقيقته؟ ولكن إذا بادرهم بالسلام طمأنهم من البداية، يطمئن لا يلحقكم أذى مني، فلا ترون مني إلا السلام. لذلك الله تعالى في تعامله معنا تعامل على السلام، اسمه السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، السلام. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أحب بعضكم بعضا، تعلق بعضكم ببعضين، وثق بعضكم ببعضين، يطمئن بعضكم لبعضين، يعني ما فيش خلاص تخوف، باش بالسلام، أفشوا السلام بينكم، تدخلون دار جنة ربكم دار السلام بسلام. اسأل الله تعالى آمين. أن يرزقنا آمين. السلام. اللهم آمين. يا الأحباب الكرام، من حقوق الأخوة الإيمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه. والسلام من خير الأعمال، فقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام
وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. والفضائل في هذا كثيرة فضيلة الدكتور. صحيح. كمل. نعم، شكرا سمو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالفعل أستاذ محمد، يعني حتى الإسلام جاء من السلام. نعم. يعني الإسلام جاء من السلام، والسلام الحقيقي هو إذا ألقى يعني الإنسان السلام على جماعة أو على فرد، فإن هذا الإنسان لا يخشى بوائقه، بمعنى أن الإنسان جاء آمنا وجاء ألقى، بمعنى هذا الأمن، هذا السلم، لأنه السلام جاء من السلم، ألقى السلم على تلك الجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بمعنى أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام، لأن السلام يأتي بالمحبة. ولهذا قال بعض العلماء إذا خشيت على قوم ألقي عليهم السلام، هناك يعني كما نقول احنا تبردهم، تخافهم بردهم، أنا نقول لهم السلام عليكم، خلاص يعني هذا القوم يجعل ربي سبحانه وتعالى يعطيهم شكون نوع من يعني كما نقول احنا برودة، نوع من شغل تعطيلة، يعطلهم اللي حبوا يعطلهم إلى غير ذلك، حتى لا يؤذوك، حتى لا تؤذى، والسكينة والوقار يعطيهم ربي سبحانه وتعالى. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، لأن فيه السن، من سلم الناس من لسانه ويده، مسلم، لأن من كتم مسلم لما تلقي السلام بما أعطيت الأمان، إذن جيت بالسن، إذن ما تهديش بلسانك وما تهديش بيدك، المسلم هذا هو إذا ألقى السلام خلاص انتهى. لأن كانوا بعض الصحابة، بعض الإنسان لما يسلم عليه هو غاضب عليه يقولوا لا سلام ولا كلام يعني يقول لا سلام ولا كلام يبدأ طول ما كانش الأمان. ولذلك شوف سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء باش يخطب وسلم عليه قالوا والو يا أمن المؤمنين ما نسمعولكش، واش كاين خير إن شاء الله؟ قالوا من أين لك هذا القماش؟ كما قال قطعة قماش الثانية هذيك من أين لك هذه؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. قالوا كيفاش؟ قالوا احنا كل عطيتنا قطعة قطعة وانت عندك زوج، من أين لك هذا؟ قالوا يا ودي من ابني عبد الله. قالوا يا عبد الله قم أخبرهم. قالوا نعم، أنا تنازلت لأبي لما رأيت بمعنى هذا القماش هذا لا يسعه، ما يجيش مسكين، سيدنا عمر طويل وجاء القماش كما نقول هنا زدت له نص تاعي. فقالوا الآن يا عمر، نعم الآن صح نسمعوا لك، عرفنا منين جاك، هنا نسمعوا لك باش نعرفوا. سبحان الله العظيم، شوف يعني بمعنى ما خداش من خزانة من عنده باش يبينهم أنه كله أنه لم يأتي ولم يتعدى على يعني شيء منها. لهذا فهو لما لقى عليهم السلام أمان وسلم حقيقة ويسمعوا له، لأنه هو فعل، يعني بمعنى لما طلبهم بفعل هو كان كما نقول سباقا لهذا الفعل، سمعوا له، وهذا القدوة، هنا تأتي القدوة وتبدأ بالسلام، والقدوة تأتي بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، جاء بالسلام، الإسلام فيه السلام. ولهذا لما قلت أستاذ محمد في هذاك الحديث الثاني اللي كنا راح نجيبوه، اللي هو ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ويأتي في آخر الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت، يأتينا سيسلم بعض الناس على قوم يعرفونهم ولا يسلمون على غيرهم، مع السلام على الخاصة، على الخاصة. وهذا نشوفه اليوم، هذا اليوم نشوفه، بمعنى أن بعض الناس اللي عنده يمشي مع طائفة ولا ينتمي إلى بركة ما نقول إحنا جماعة من الناس، فلما يمر على خاوته صلى معهم في المسجد يمر عليهم ما يقولهم لا سلام ولا شيء، ما يسلمش عليهم، يعني كأنه هذا يا هادو بمعنى خارجين على الملة، هذا حرام عليه. هذا هو الأمر، أنه إذا سلم عليهم لا يردون، ولا يردون، هذا مشكلة، هذا هو أمر. وإحنا وإذا حييتم بتحياتهم في حي باش بأحسن، ماشي قال بعد باش قال لما قدرتوش فردوها بأحسن بدار بسم، يعني بأفضل السلام ترد عليه أكثر من مما يعني ألقي عليك السلام. فلهذا احنا أصبح السلام عندنا وشنو هو؟ هو مستحب، سنة، سنة لفرد أن يسلم على جماعة، ولا جماعة على جماعة، ولا جماعة على فرد، إذا كان قاعد فرد يسلم عليه واحد منهم يسلم عليهم يجاوبهم
يستحب هذا مطلوب شرعا. وحكم والرد بالتحايا الصباحية والمسائية بالضبط. لا من يستبدل السلام ب هي هذا بتحية أخرى، هذا الإنسان يقول السلام عليكم كيف أصبحت، يهمش. نعم، ولكن يبدأ بالسلام، لأن السلام هو فيه الأمان وفيه هذه تحية المؤمنين في الجنة محمد، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها وش؟ سلام. سلام، وقيل ادخلوا بسلام ولا لا؟ ولك يعني بمعنى السلام هذا اللي فيه كل يعني نقدر نقول احنا مجمل الخير كاع، الخير هذا وجه في السلام. لما الإنسان جاره لما يسلم عليه فهو آمن، صاحبه يسلم عليه فهو آمن، يعني بما أن السلامة يعطيك الأمن. ولهذا يعني الإنسان اليوم كما قال واحد من الناس محمد وما زالوا حي ربي يطول في عمره مسكين، يقول لك الإنسان الذي لا يبتسم في وجه أخيه ولا يسلم على الغير فليس بمسلم. طول قال لك هذا موش مسلم. وعلى يعني لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط غير مبتسمين مع الصحابة رضي الله عنهم. قال لك ما عمرنا ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الصحابة ما يبتسمش. وحنا بعض الناس هذوما تجدهم يعني منكمشين وشغل كأنه شغل واحد قتلوا بابا ولا قتلوا غضبان زعفان عبوس عبوس ما تعرفش منين. هذا ليس من الإسلام في شيء. ولهذا لما الرسول لما قال وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، يعني ابتسم في وجه أخيك. نعم. وألقي عليه السلام، هذا أخوك سواء وافقك في الفكرة تاعك ولا في الرأي تاعك ولا بمعنى في مذهبك ولا خالفك، ما يهمش، هذا أخوك صلى معك. هذا صلى معك يا أخي كما قال فإذا قالوها، شنو قال له؟ أخبرهم على 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 لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد وشنو هو؟ يعني خلاص من صلى صلاتنا يخشد وذبح ذبيحتنا أليس منا؟ ماشي قال فهو منا خلاص فهو مسلم. كيفاش أنت تخرج من الإسلام ما تسلمش عليه وعبوس تخرج من الإسلام بأي واش هو الدليل تخرج من الإسلام؟ هذا لا يجوز. فلهذا المسلم الحقيقي هو الذي يلقى الناس بوجه طلق كما قال سيدنا علي والصحابة كثير منهم قالوا الإسلام هو بمفهوم يعني أن تفعل الخير ولا تفعل الشر وأن تلقى إخوانك بوجه طلق، قالوا هذا هو الإسلام. بارك الله فيك ورب إن شاء الله يعلمنا ويوفقنا إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا جزيلا شيخنا الكرام، ونبدأ على بركة الله في استقبال مكالمات نبدأها من مسيلة مع الأخت هاجر. نعم هاجر من مسيلة. نعم ألو. نعم طيب مر المكالمة الموالية. فاطمة من البيض. فاطمة من البيض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فاطمة تفضلي. سلام نعم. على الشيوخ الكرام. الله يسلمك بارك الله فيك. ألو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فاطمة تفضلي. بغيت نسقسي خويا الشيخ أبو عبد السلام. مرحبا بنتي. سلام عليك. أنا راني متعلمة في المسجد. نعم. ونقرأ في المكان صلاة نصلي فيه، وفي أيام يكون عندي العذر الشرعي ما نروحش المسجد. ما نروحش المسجد، صح الإمام هنا قال مثل المعلمة تاعنا قال لها ما فيش مشكل. معليش تروح بصح أنا قلت سمعت واحد الشيوخة في بعض واحد المرة قال لك الحائض لا تدخل المسجد. هي أقول رسلت الإمام قلت له نورمالمو كي نكونوا كي الحائض ليه مكان مدرسة قرآنية ولا معليش صح هذا مكان نصلوا فيه. مانيش نروح في أوقات العذر الشرعي ما نروحش. قالت لي المعلمة تاعنا قالت لي لا ما فيش مشكل. قال لي الإمام معليش. نعم. قالت الشيخ أبو عبد السلام يفهمني في هذا الموضوع. وكاين سؤال واحد آخر. تفضلي. أنا سمعتكم تهضروا على السلام. أنا عاملة نسكن في قرية صغيرة ويعرفوني كاع الكبار الصغار. زكي يجي رايح المكان العمل نلقى الصباح ولا مساء ولا هاك يقولوا لي صباح الخير سلام. في بعض الأحيان كان ممكن اللي نعرفهم نرد عليهم
لي كيما هكا ما نعرفهمش في كل شيء يبعد عليا هكا نرديها سرا ما نسمعها لهمش في الشارع في مين كنت مشاعر في الشارع هي بغات نسقسي اذا نرد عليهم نردش عليهم واضح ان شاء الله يكون عندي ذنب ما نردش عليهم واضح اختي فاطمه واضح وسؤال ثاني في واحد المره في حصه هنايا في الحصه سمعت الشيخ محمد الشيخ قال واحد الكلمه قال ألفينة الخط اقلام الحق هل انا كما فهمتها انا كيما نقولوا كاع حنايا العباد هي حق الكلام اللي نقولوا حنا والله ما مش كيما فهمت انا كاع اللي نقولوا حنا العباد يكون حق في بعض الاحيان ما يكونش حق كاين اللي يكون كيهضر هضره مش كاع طيب حق فاطمه مفهوم ان شاء الله بعض. مفهوم اختي فاطمه واذا كان عندها مفهوم واحد اخر يفهمني طيب الشيخ. فاطمه خلي نسمع اللي بعدك الله يرضى عليك لا نطيل على الذين ينتظرون دورهم شكرا يا فاطمة. أم يحيى من قسنطينة. أم يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على شيوخنا الكرام. يبلغوك التحية والسلام أم يحيى مرحبا بك. خويا أنا حبيت نسقسي الشيوخ على سيرة الرحم. نعم. كي تروح لسيرة الرحم ويقفل عليك الباب ويقول لك ما تجيش عندي ونتلاقاو غير برا وما تجيش للدار طيب واضح ان شاء الله واش حكمه في هذه واضح ان شاء الله عندك سؤال اخر وعندي طفيل تسمى معاق نغسلو لازمني نشوفو نتكشف عليه نغسلو لازمني نتكشف عليه لازمني نقيس ولازمني تسمى ما نقدرش يعني بس شحال في عمره وش وبه ما نشوفش ولا او تسمى ما باراليزي ما ينوضش خلاص وما يتحركش وما شحال في عمره الشيخ يسألك يا أم يحيى شحال في عمره في عمره 38 سنة الله يقدرك على خدمته يا رب والمهنة تاعو تسمى كي عنده مليون يهزو في الشهر بصح ما يدير به والو تسمى احنا نهزوه احنا اللي متكلفين به نعم تسمى نكسي نوكلو نشربو بصح هذاك الدراهم تاعو هذو كيفاه ندير لهم نقيسهم ما نقيسهمش واضح يا أم يحيى والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة الله قسنطينة نعم أمة الله تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن بخصوص دين لأمي دين الصيام وين هي أمها هي لم تصم دينها حتى ماذا؟ هي كانت ما تعرفش بكري وقت بكري كما كانت فتاة كانت ما تعرفش كانت جاهلة كانوا يعني ما الناس تاع بكري ناس نيين ما كانوش يعرفوا كيفاه المهم هي كانت من الخجل تاعها والحياء ما تسالش وكانوا عايشين في الباديه ما يعرفوا والو المهم هي تسال على الدين تاعها ما كانش تصوم خلاص هي كانت كيما تكون عندها في العذره فتكون عليها الدوره الشهريه في رمضان تكون صايمه بصح ما تعاودش تقضي من بعدها نعم واضح يا أمة الله واضح هي تسأل بك على هي الآن راهي قادرة تصوم ولا لا قادرة ترجع هذه الأيام ولا لا راهي قادرة على الصيام ولا لا هي ممكن قادرة هي كي تصوم يعني ما تقدرش تصوم رمضان ولا ما تصومش رمضان راهي تصوم فيه ولا لا نعم رمضان هل راهي تصوم في رمضان ولا لا تصوم في رمضان بصح يعني تصوم طيب تسمعي الجواب من الشيخ واضح ان شاء الله شكرا طيب هل في اتصال نعم
إذا نجيب إن شاء الله مع فاطمة من البيض شيخنا، تتعلم في المسجد، والأيام التي يكون فيها عليها العذر الشرعي لا تذهب، وسمعت أن الإمام قال لا بأس بي أن تأتي المسجد وتتعلم. نعم، كان خلاف بين العلماء في المسألة هذه، معناها كان العلماء اللي أجازوا، لأنه لو تغيبت على المجلس العلم هذا سيفوتها مقدار الحفظ كما هو عند الزميلات نتاعها، ولكن عندنا احنا في المذهب يتشددون في قضية قداسة المسجد وحرمة المسجد، فقالوا المرأة عندما لا تكون طاهرة لا تدخل قاعة الصلاة. إذا كان في المسجد قسم مستقل أو قاعة للدراسة مستقل تدخل وتذهب وتدرس. والذي أباحوه وأجازوه وقضية المصحف، نحن الآية القرآنية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولكن قالوا يجوز في حالتين، في حالة المعلم أو المتعلم. فالمرأة عندما تكون متعلمة راهي تشتغل بالحفظ وليس لها ما تستعين به إلى المصحف، تقرأ من المصحف من أجل التعلم من أجل الحفظ. كذلك المعلمة تفتح المصحف وتدرس التلاميذ من المصحف ولو على غير طهرين. أما الدخول إلى قاعة الصلاة فهناك صرامة، وقالوا قاعة الصلاة المسجد مقدس محترم يجب أن يبقى محاضيا بقداسته ولا نعتدي عليها. فلذلك إنسان على غير طهر، هذا الإنسان إذا كان على جنب لا يعبر، يعني قالوا إلا إذا كان ما عندوش طريق منين يفوت إلا المسجد يعبر سبيل، أما إذا عنده طريق أخرى يفوت ما يفوتش على المسجد ولو كان طريق تاع المسجد أقرب، فما يدخلش يعني خاصة الجنوب. فلذلك احنا قاسوا على هذا وقالوا إذا الإنسان المرأة الحائض لا تدخل قاعة الصلاة. وأنا حضرت فتوى في هذا الموضوع للشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمة الله عليه، وتشدد في الموضوع وقال تغيب المرأة عن حلقتها مدة حيضها، وإذا خافت أن يفوتها شيء مما يحفظنا وتحفظه أترابها فلتذهب إلى رفيقاتها تنقل منهم، تتعرف على مقدار الحفظ منهم وتستدرك ذلك في بيتها، والله الموفق. آمين. فاطمة سألت من البيض دكتور كمال لأنها أحيانا تتلقى التحية والسلام ولكن ترد سرا في نفسها، يغنيها هذا ويرفع عنها الإثم؟ هو إذا لم تتلفظ به فإنها لم تقل شيئا، أما إذا حركت شواربها هذا لأن الشريمان شفتين. أنا شفتين يعني هنا في الحالة ردت، ولو كان سر نقول عنك بسلام مظنة، ولو المهم ردت، يعني كما نقولوا السر اللي هو مهم أن تسمع نفسها ما تسمعش من غير، خاش بعاد ممكن من جهة بعيدة معليش، لكن ردت مهم تتكلم. نعم، ماشي بأن تخليها في صدرها، لا خليها تعبانها في قلبها كما نقولوا هنا، والشارب هذا ما تحركش هنا بما لم تقل شيئا. كما اللي يقرأ القرآن غير بعينه ولو كان يقرأ ولكن ما يتحركش ما قراش، واللي يصلي يقول كان يقرأ أني نصلي وأني نقرأ فاتحة وسورة ولكن ما نحرك سوالف ما صلاش، نفس الشيء. لازم إنسان باش نقولوا رديت لازم تحرك، كي يحركوها ولو كما نقولوا أقل يعني أقل السر اللي هو غير تسمع غير روحها برك معليش ما يسمع نفسه. إيه المهم ردت. هذه ظاهرة في مادام هي في البيض يعني تميل إلى الجنوب. أنا زرت مرة مدينة من المدن الجنوب تاع الجزائر، وجدت فيه أخلاقا نفتقر إليها، نفتقر يعني فعلا إليها. أولا ظاهرة التبسم، قضيت في المدينة أسبوعا وأخرج في الصباح الباكر، كل من ألقاه يلقاني بالبسمة وبالتحية والسلام عليكم، ويزيد عليها عمت صباح، صباحك الله بالخير. يرحم والديك، من أين يأتيك الخوف؟ من أين يأتيك القلق؟ بل يأتيك كل الأمن والأمان والسلام والمحبة. ويعني ما لقيت أحدا إلا ومتبسم. فهذه أخلاق إخواننا في الجنوب، الله إن شاء الله ربي يعممها على كل سكان الجزائر. آمين إن شاء الله يا رب. سؤالها الثالثة استوضحت منها شيخ السؤال، ألسنة الله أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق، هذه عبارة يترددها كثير من الناس على أن الله تعالى
عملا بما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة وأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنى الناس عليها شرا سوءا فقال وجبت. فلما انتهى الأمر سأله أحد الصحابة يا رسول الله يعني هذه جنازة أثني عليها خيرا قلت وجبت، وهذه أثني عليها شرا وقلت وجبت، ما الذي وجب في هذه ولواذ؟ قال هذه ذكرتموها بخير فوجبت لها الجنة، وهذه ذكرتموها بالشر بسوء وجبت له النار والعياذ بالله. هذا معناه هذه الشهادة من الناس توافق إرادة الله تعالى في خلقه، معناها ألسنة الخلق ما كان ينطق به الناس المخلوقين وافق إرادة الله وحكم الله، هذا معناها، مش معناها الله ينتظر منهم يقولوا حتى يكتب، لا، إنما موافقة كما وقعت في الموافقات نتاع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا معناه، وهذا اللي بنوا عليه العلماء اللي قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق، والله أعلم. بارك الله فيك. أم يحيى من قسنطينة دكتور كمال تسأل عن صلة الرحم لمن يردها ويرفضها. نعم، كما يرفض التزاور في البيت يعني. هي دوك لما تمشي كما قال مسكين يعني كي يترمي عليهم يعني الرمال تاع النار يعني بما تسفيهم سفا يعني بمعنى بال تسفيهم. نعم، فهنا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوك مادام راني نمشي انا هما يردوني هل نبطل؟ قال لا، قال انت راك في اجر عظيم، ولكن قال قالوا لا ما تدخلش للدار كي نتلاقاو برا وخلاص. ما دام يتلاقاو برا سقطت الزياره في البيت، ما دام هما مش حابين يزورها في البيت. كي يكون التراحم يكون زياره ولو في الشارع ولا يزقي لها يقول مطعم ولا يزقي في القهوه كما نقولوا احنا يقول مرحبا بك واش راكم لاباس واش الدار هاو زار. خاصه مثلا الاهل الاقارب الاقرب اللي هما كما نقولوا احنا عموم واخوال، ولا كان باباه عنده مرت باباه باش ما يحبش المشاكل يقول له دين تلاقاو في القهوه يروح يشوف هو صاحب باباه. كي يشوف باباه هو راه احنا المهم الرؤيه والمهم المكالمه، ما قدرتش الرؤيه المكالمه الهاتف ما قدرتش بالمكالمه يبعث هدايا باش يبين بان دائما الصله موجوده. يعني مقاطعه الصله هي بمعنى الانقطاع الكلي، ما كانش حتى ما نقول وسيله باش يقدر يتصل، يعني الاتصال نهائي يعني بمعنى يكون نقول عدم الاتصال نهائي، ما كانش يعني تواصل فيما بينهم. هذا صح، لا بالهاتف لا بالرساله لا يوصي واحد يقول له سلم على العائله راه من هيك سلم عليهم الكل والمفناوي يسلم عليكم مثلا، ولا كانت الزياره فهي اقرب وهي انفع وهي احسن، ولكن منعهم الزياره قال ما تجيش نتلاقاو في الشارع نتلاقاو معليش ما دام نتلاقاو خلاص انا نتلاقاو صافي هنا الصيله موجوده ما كانش مقاطعه فقط. يعني كما نقول الشباحه تاع الصيله هذه تكون في الدار، الزينة تاع ديك الشمال تكون في الدار، ولكن هذيك الزينة ما كانش جات جافة كما نقولوا شغل هذاك اللي كان معليش. مهم أدى زيارة معاه وتنازل من حقه وراح شافه، ولو شافه في الشارع كما نقولوا شافه في الزنقة كما قلنا بمعنى في أي مكان شافه قصر معاه وكذا، هذا قد أدى الواجب تاعه وربي إن شاء الله. آمين. طيب نستمع إلى سعاد من العاصمة. نعم. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم محمد من تقرت. من تقرت أخي الفاضل. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام على شيوخنا الأفاضل. بلغوك تحية والسلام. بارك الله فيكم. أخي لدي سؤالين من فضلكم، عندي فيهم شوية حيرة نوعا ما. خير إن شاء الله، تفضلي أم محمد. وريتم شيوخنا الأفاضل أن تفيدونا فقط. عندي سؤالي الأول حول واحد جتني واحد المعلومة ولا هكذا عن طريق التواصل الاجتماعي، هناك مجموعات يعني من الأخوات يعني يقومون بشحن العجلات الطاقية،
هذا ما يسمى بعلم الطاقة، أن هناك في جسم الإنسان يعني 7 عجلات، عجلة القلب، عجلة الضفيرة، يعني في علم الطاقة، وهذه العجلات يا أخي الفاضل تشحن طاقيا بأسماء الله الحسنى، يعني تسبيحات معينة، يعني واضحة يعني بديت متأثر أخي الفاضل، من بعدها تخف وتولعلها بدعة، يعني بغيت يا أخي تفيدونا يعني واضح في هذا واضح الأمر. واضح أم محمد، نعم شكرا. سعاد من العاصمة، نعم سعاد فضلي، نعم هل سعاد معنا؟ نعم تفضلي سعاد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلو. نعم يا سعاد تفضلي. السلام عليكم أخي محمد. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. تحياتي لك ولي شيخنا الفاضل أبي عبد السلام، ولي دكتورنا المبتسم دائما كمال أبو كمال مزيدي، الله يبارك فيك، ليعلمنا الابتسامة في وجه أخيك صدقة. بارك فيك الله. بالنسبة لي سؤالي، عندي سؤالين أخي محمد. نعم. ما السؤال الأول؟ بالنسبة لي دائما ما نفهمش ما هي الحياة البرزخية، هل هي يعني بين الميت في قبره والآخرة، أو الميت في القبر والدنيا؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. أخي محمد هل تسمعوني؟ واصل السؤال الثاني. أما السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. سؤالي كالتالي، لماذا أصبح هناك طلاق روحي في البيوت بين الأزواج، ولماذا قل الحوار بين أفراد الأسرة، يعني عكس ما كنا فيه في الماضي؟ هذا هو سؤالي، ونطلب من شيخنا أبو عبد السلام يدعي الأمة بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين ولأبي بالرحمة ولجميع موتى المسلمين، وأن يهدي جميع العصاة ويهدينا معهم. أمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم. سلامة شكرا. أمين يا رب العالمين. طيب معنا المتصلة نعيمة. نعم نعيمة من أم بواقي. أخي أنا ما عنديش سؤال، عندي اقتراح. مرحبا باقتراح. آه حبنا ديروا صوت البقرة، ديروها صباح بكري خلاص، تمنى ديروها على 8 ولا. نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى نرفع من شيء ما شاء الله. هاي صح أخي ربي. مع السلامة. شكرا على المتابعة يا نعيمة. مع السلامة. طيب نجيب إن شاء الله. بالنسبة لأم يحيى سألت عن ولدها المعاق وهي تقوم على خدمته وحكم التكشف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لكل حال احنا ندعو الله تعالى بتوفيقها وبقوة صبرها وب يعني جزائها على هذا الجهد الذي تبذله وعلى المعاناة التي تجدها. نقول لها مبدئيا إذا استطعت أن تجدي من يقوم بهذا العمل بدلا عنك من إخوته أو من جيرانه أو من أحبابه أو من رجل توظفونه لأجل ذلك، هذا أفضل، هذا أولى. وإذا لم يكن إلى ذلك من سبيل فما تقومين به مشكورة ومأجورة عليه إن شاء الله. وأما قضية التكشف هذا أول حاجة، لأن 38 سنة ما شاء الله رجل كبير. عندها حاجتين لازم يتوفروا في العمل نتاعها. الحاجة الأولى السترة، السترة معناها لا تتكشف على ابنها تكشفا كاملا، عندما تريد تنظيفه تجعل على وسطه سترة يعني إزار، وتدخل يدها من تحت الإزار من أجل تنظيفه. الحاجة الثانية أن تلبس القفاز أو حتى الجورب تلبسه على يدها حتى لا تباشر بيدها بشرتها بشرة ابنها في العورة. الحاجة الثالثة يكون في علمها أنها إذا كانت على وضوء إذا نظفت لابنها في هذا السن هذا تعيد الوضوء، لأن الوضوء نتاعها ينتقض بهذا الأمر. ونقول لها ربي يقويك ويعاونك على هذا العمل اللي تقوم به، وربي راه يأجرك أجر كبير لأنك راكي مع المعاناة، يعني العمل هذا فيه صبر وفيه معاناة. نعم. وربي يقويك إن شاء الله. آمين.
طيب هذا الولد المعاق له منحة وهي لا تستعملها أم يحيى، يعني فكيف تتصرف بهذه المنحة؟ لا المنحة تخليها تحت يحتاجها بعد محمد، لأن هل تصرفها إلا عليه فقط؟ هي لا، إذا كان هما في عجز في المصروفات يعني صرفوا ولكن ما مش قادرين باش يلبوا كل المصاريف تاع البيت بما فيه هو، يعني الأكل تاعه والشربة تاعه وحتى الأدوات، يعني الآليات باش تغسله وباش كذا، يعني كما يقولوا صابون وشامبوان وقيس عليها، ما لحقتش. هنا تصرف منهم، تصرف منهم ليها وليه باش تاكل هي وهو وباش تلبس هي وهو فقط، يعني كما نقولوا احنا ما تستغلش هذه، ما تصرفش فوق اللازم، يعني بما تاخذ بالمعروف واش يحتاجوا فقط، اللي يحتاجوا تصرف منه، ما يحتاجوش تخليهم، خليهم لان الدنيا ممكن يجي وقت وانت تحتاجهم اكثر، ممكن كاش ما يحدث شيء مرض عمليه السفر ممكن ما عرفناش واش كاين. ليه خليه هادو هما اللي نقولوا احنا العقوبه، هذا ما تاع العقوبه، خليه ما تعرفش واش كاين، خليها العقوبه باش على الاقل في المستقبل كاش ما يحدث شيء تحتاجهم تصرفوهم عليه وعليه. لا كان في الاثنين محتاجين الاثنين هم الاثنين، لا كان هو محتاج فقط هو كاش ما يحتاج كيما قلت محمد عمليه، ولا ممكن كاش ما يحتاج كاش بركش تحاليل يعني تحاليل ايه ولا كاش تداوي ولا شيء محتاجه اليه سيبهم. فلهذا نقول احنايا يعني خليهم هذاك المال اذا كنت مستغنيه عليهم، الحمد لله غناك ربي وقادره توكلي خوك ولا هذا وليدها، يعني وليدك ولاباس به وانت ما شاء الله ربي يعطاك القدره الماليه، القدره الصحيه والماليه، الا عندك مال كافي وكي توكلي وتشربي انت هذوك خبيهم له بركه في حيجي هذه الدنيا، يجي وقت من تحتاجهم خبيهم له ما تمسيهمش، ما ماكش محتاجه اليهم، خاش هذا حقه تاعو خليه امانه او امانه عندك، نهار تحتاجهم وكش ما يحدث شيء مستشفى ولا شيء عمليه ولا كما قلنا ولا تحاليل ولا ما نش عارفين، ممكن كاش ما يجي وقت ولا طبيب يا ودي راهو كاينه علاج راه موجود في الخارج، علاج وناجح ناجح كما نقولوا حنا 95% ولا 100% الولد تاعك يبرى، هاك تحتاجيهم ممكن على تسيبيهم في المستقبل وربي ان شاء الله يشافي هو وربي يقويها هي وربي يفتح علينا وعليهم يا رب. طيب بالنسبه لامه الله من قسنطينه شيخنا ابو عبد السلام، امها عليها دين صيام من الصغر ولم تقضه الى يوم الناس، هذا محصور يعني مش يعني حاجه معقده وكذا صعبه الى اخره، وكذا كان كنا سالناها على صيام الشهر يعني هل تصوم؟ قالت نعم تصوم شهر رمضان. معنى هذا ما دام تصوم شهر رمضان قادره تقضي الشيء اللي كلات، الشيء اللي كلاته تقضيه وهو دين عليها واجب عليها انها تقضيه، ولكن مش شرط تصومه متتابع، يعني كل شهر كانت تفطر ستة أيام، معناها لازم ست أيام هذه تصومهم على مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لا قادرة تصوم الاثنين والخميس، ولكن دير روزنامة، يعني معناها دير أولا تحسب عدد الأيام المترتبة عليها كدين، إذا كان معناها أنا قد كلمت فقط من 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 تقريبا حوالي ساعة، أن شخصا حسب وعد الايام التي على عاتقه دين من الصيام وجد بانها 200 يوم. معناها راه فيه 200 يوم خلاص راه معلومه، يعني عدد الايام معلومه. انت الان واجب عليك انك تصوم ال 200 يوم هذو، لكن باش تصومها متتابع مش ممكن. فتصومها متقطعه، صومها يومين في الاسبوع ثلاث ايام في الاسبوع حتى تخلصها. النهار بالنهار كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فتقضي، إذا هذه الحاجة الأولى لازم تقضي أولا تعد، وإذا معناها صعب عليها أن تعرف العدد بالضبط وتقدر تقدر، ولكن دائما تغلب الجانب الأكبر، يعني إذا كان وقع لها شك 15 سنة وفي كل شهر ست سنة ست أيام، معناها 15 في 6 هاي 90 يوم، فهذا 90 يوم هذه ماهوش واجب عليها أنها تصومها متتابعة، صومها واجب ولكن معليش متقطعة متفرقة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الآن كاين غرامة تأخير في القضاء، يعني راه فاتت عليها ماهوش رمضان، رمضانات فاتت عليها هذا القضاء هذا، فمعناها تصوم وتزيد توكل مسكين على كل يوم، مسكين على كل يوم على حسب مقدورها،
وربي يوفق إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طيب أم محمد تسألكم شيخ كمال عن حكم تداوي بالطاقة، ما يعرف بعجلات طاقة وشحنها بأسماء الله والذكر والتسبيح. والله إن هذه كثرة الأمور هذه أنا وليت متخوف منهم محمد، لأن بعض من هؤلاء راهم خرجوا حتى نقدر نقولوا بما أن حرفوا حتى على الإسلام حرفوا لو موجود نماذج أساءت يعني أساءت يعني كثير وتراجعوا يعني كان فيهم مراجعات يعني بمعنى عن الدين الإسلامي، ولو شغل كأنهم يعني ولو يقولوا الآن الحجاب ما موش واجب، بعد ولو يجيبوا واحد الأمور بما هيش واجبة وهذه ما هيش واجبة، هذه يستعملوا بالطاقات ويقول لك ممكن الآن أنا يكون مثلا واحد بعيد نقدر ندوح عن طريق الطاقة يعني هذه أمور لا. يعني كان فروض إحنا المسائل العلمية مجربة وفيها فوائد أهلا وسهلا بها، أما هذه الوسائل هذه اللي هي تقدر نقول محمد كما يقول روحانيات أكثر منها يعني مادية، لأن الطب خيوه على باله بالجسم هذا، الجسم هذا عنده طاقة وعنده كل شيء، فإحنا نمشو مع الطب العملي التطبيقي اللي مشو معه السالف حتى اليوم من الطب من بكري لليوم هذا اللي مشو معه إحنا. أما الطاقة كاين بما العلاج الروحي كنون في الهكذا كنون نمشي العلاج الروحي نمشو بالرقية الشرعية وكذا نمشو بها وندو الناس ولبس بهم ما شاء الله، وكان بالأعشاب بالطب البديل يعني الناس داو بالأعشاب نعم، أما بالطاقة وكان يعني يبدأ يمشي بيده هكذا يمشي لك كما يقولوا وبعد يزيد، هذه محمد كانت جات موجة والناس ركبوها بعد أتوقفوا ولا أخذوا منحة آخر يعني راحوا خذوا طريق واحد أخرى بدأوا هكذا بعد ولو في طريق واحد أخرى، فلهذا يعني الإنسان يحذر من هذه الأمور هذه، إذا كان فيها علم وطب مقبول هذا أهلا وسهلا به، ولا كانت كما يقول مجرد هذه كما يقول الناس راهم كثروا منهم بزاف أنا وليت نخاف. ومبدأها من البوذيين هذا هو شيخنا يعني هذه السلطات وهذا التعامل الطاقوي هذا، وهم يقول لك نعذب النفس من أجل طهارة الروح، فبهذا الطاقة هذه يعذب نفسه يفعل أفاعيل في جسده، يقول لك أنا نطهر الروح التي داخل الجسد بتعذيب هذا الجسد باستعمال نوع من أنواع الطاقات، وهذا ما أنزل الله به من سلطان للأسف. يعني ترد أقضية يعني ما ردها كلها من العالم الغربي يعني هذا هو من تراثياتهم هذا عندنا نعم. كثير من أمور محمد دخلت علينا وإحنا كشفناها شغل غريبة وذات بنيناها تمتم شغل يعني حاجة جديدة ما شاء الله دوها، حتى بعض الأمور اللي هي بمعنى تبان من الشريعة تبان من الشريعة بعد في آخرتها فهي بمعنى ليست تغير تبدل المسار تاعها وتخرجك عن الشريعة، فلهذا نقول فليحذر الناس تحذر من أمور جديدة هذه، لازم الإنسان أمور علمية مضبوطة بقواعد بضوابط ويسأل أهل الخبرة، كان بزاف الناس أهل الخبرة تاع الطب وكذا هم يعطوه بمعنى استشارات، وكان حتى أطباء اليوم أحبوا يديروا بالطاقة هذه من بعد ولو حاجة أخرى، يعني فلهذا الإنسان يحذر روحه من هذه الأمور هذه تخوف لأنها ماشي سهلة. بارك الله فيك. طيب سؤال سعاد من العاصمة عن الحياة البرزخية وصفتها، ما هي الحياة البرزخية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سألت عن عظيم لا. جدا 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 وكلنا إليه صائرون يعني. الحياة البرزخية اصطلاحا هي اللحظات الأولى من القبر إلى أن يقوم الناس يوم القيامة بعد النفخة الثانية للحساب والعقاب، يعني لتعرف على المآل النهائي، أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النار إلى النار، وهناك موازين وهناك شفاعة وهناك كل هذا يحدث يوم القيامة، لكن بين يوم هما توفى في 2021 ولا 2022، لكن يوم القيامة لا يعرف متى إلا هو سبحانه وتعالى، فقد يتأخر عن هذا الزمن بقرن وبقرنين بثلاثة بعشرة، لا يعرف من يفعل ذلك، لا يعرف أحد. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبره تميم بن أوس الداري أبو رقية
عندما أخبره أنه لقي دجالا في طريقه من الشام إلى المدينة، لقيه مسلسل يعني مقيد بسلاسل وله عين واحدة وما إلى ذلك، وسأله إلى أين تقصد؟ قال إلى المدينة. لماذا؟ لأنه ظهر فيها رجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول، أنا أريد أن أتبعه. قال أو ظهر أو بعث، يعني الدجال يسأل هذا السؤال أو بعث. فلما أخبره تميم بن أوس الداري نعم بعث، قال إذن قرب موعد خروجي. شوفوا يعني 14-15 قرن الآن رانا داخلين، قال قاروبة، كلمة قاروبة راهي 15 قرن ومازال ما جاش. معنى ذلك البرزخ هو هذا ما بين الموت إلى يوم القيامة، لكن حياة البرزخ منها تظهر الشقاوة والسعادة لصاحبها، الله يجعلنا من السعداء آمين. فمن كان قبره متسعا عليه إلى مد البصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه أنيس رؤيته تسر وتفرح ووجوده مؤنس وما إلى ذلك، وهو العمل الصالح الذي يكون قدمه يعني يستأنس به ويتمتع ويتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة. انظر إلى هو الآن راه شاف المكان نتاعه، أري مكانه في الجنة وهو الآن في الجنة يعني في نعيم الجنة، لكن يستعجل قيام الساعة لأن ما ينتظره أحسن مما هو فيه. وأما الشقي ربي ينجينا منهم إن شاء الله، هذا من دخوله القبر يضيق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشتبك أضلاعه، ويتحول قبره إلى حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله، ويدخل عليه شخص من رآه خافه واستبشر يعني وأخبره بالشر، فيكون أنيسه ورفيقه لأنه عمله الذي عمله في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فهو معذب بالتضييق القبر عليه، هو معذب بهذا الأنيس الذي يخبر بالشر، وهو كذا ومع بالحفرة من حفر جهنم، ولكن أري مكانه في جهنم فهو يتمنى أن لا تقوم الساعة على ما فيه من العذاب لأن ما ينتظره أشد. فهذه اسمحوا لي استعمل هذا المصطلح ولله المثل الأعلى، هذا قاعة الانتظار، يعني راه في قاعة الانتظار، ويكون الانتظار في مكان يوافق عمله من جنس عمله، إذا كان عملا صالحا اتسع عليه وارتاح فيه، وإذا كان سيئا ضاق عليه وكان حياته فيه شؤم والعياذ بالله. ربي ينجينا ويجعلنا من السعداء إن شاء الله. آمين 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 يا رب. ولمن أراد الاستزادة من معاني حياة البرزخ يقرأ كتب العقيدة، فمثلا عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري تحدث فيها بالتفصيل، عقائد المؤمن للشيخ متولي الشعراوي، العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق، وقس على ذلك وتحدث في هذا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. ببسط كثير. هو ابن القيم الشيخ محمد. هو ابن القيم الله أشقر. وسلم الأشقر. نعم. جاء تبسيط كثير. صح الشيخ ابن القيم كثر. الشيخ ابن القيم في 5 مجلدات يا سيدي. راح بعيد. يتكلم فيها. ابن القيم في كتاب الروح. الروح إيه. وهذا مختصر ما ذي الروح تعال الروح هو مختصر بصح فيه عجيب وغريب. ذكر فيه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سبحان الله القرآن واضح. الله يسعدنا في الدار الآخرة. آمين. آمين. طيب شيخ كمال ذكرت موضوع الطلاق اللي كثر في هذا الزمن. هذا الطلاق يعني شوف الحلال يبدأ من بدايته قبل الزواج، وهو بما الإنسان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخير يعني الزوجة ونتخير الزوج، أمر المرأة يعني صاحبة الأخلاق الفاضلة وأن تكون من عائلة فاضلة، لهذا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكل إنسان إذا أراد أن يبني أسرة يتخير الزوجة الصالحة، ولهذا الحسن البصري لما شكروه أولاده قالوا يا بابا أكثر خيرك على التربية اللي ربيتنا، قال ما أنا ربيتكم قبل ما تزيدوا، قالوا كيف ربيتك قبل ما، لأن خيرت لكم يماكم، يعني خيرت لكم يماكم الصالحة هي اللي عاونتني في التربية. فاحنا هذا ما عندناش، احنا الان بعض الناس يتزوجوا برك المهم يتزوجوا يبقى الدعايات ما قعدت بايره مسكينه اي واحد يجي تروح معه،
ومن بعد يبان بصوره لانه ما يتحقوش فيه وما يديروش البحث والتحري، ومن بعد يظهر لهم كي يتزوجوا يظهر لهم صوره اخرى. هو نفس الشيء، تظهر هي بصوره، نهار الزوجة تتبدل هي تشوف يشوفها صوره اخرى، يعود مشكل كبير. علاه؟ لان الانسان ما تحراش، ما جابش البنت الفاميليا، البنت المؤمنه، بنت الصالحه اللي تعمر الدار واللي تصبر على الزوج، عندها قواعد تاع ربي سبحانه وتعالى تمشي عليه، قواعد الشرع، قواعد يعني النبوه تمشي عليها، لهذا يصبر. وهذا كيف كيف، لان الانسان المؤمن والانسان الصالح ما يخافش على بنته، حتى ان ظلمها كما قلنا بصراع السماء، فان احبها واش احسن اليها، وان ابغضها فلا يظلمها، حتى ولو كره مع زعفان بصح ما يظلمهاش. هذا المؤمن الرجل الصالح. اذا كان انت جبت الان واحد بما تعرفه انت تاع مخدرات، تاع الخمر وتاع الانحرافات، ومن بعد هما يبينوه كذا كذا، انت ما درتش تحري عليه، والناس يمشوا على المال او مرفه او عنده وكذا، المهم يتزوج به، هذا يتزوج به يشوفوا بلي تاع نسيوات، او يتبع في النساء، او يتبع في المخدرات، او يتبع، ومن بعد تولي تشكي، يقول لك هاك تشوفها وغرني وما على باليش هكذا، كيفاش؟ فلهذا الانسان من الاول يتخير. وكما قالوا بعض الان بعض كما يقول الباحثين وبعض اصحاب الدعاة ولا لهذا الزواج، قال لك لابد يا خويا نعود نديروا حنا تربصات تاع الزواج، هذا لازم الانسان قبل ما يتزوج نديروا له تربص سموه التاهيل، التاهيل للزواج. يا اخي كنديروا التاهيل، واحد حب يتزوج نديوه يتربص، نوروا له واش معناتها الزواج، كيف يخير المراه هذه، كيف يدير الطرق والوسائل، كيف باش يلحق ليها، وهي كيف كيف تحق الراجل الصالح، ونوروا لها كيف تتعامل معاه، اذا غضب كيف تتعامل معاه، ولا كان كما نقولوا يدير فيها الخير كيف تتعامل معاه، وهي كذلك كيف يتعامل معاه هو، ولا غضبت هي كيف يتعامل معاها. هذه طرق يعني نديروا تقريب يعني قرايه كما نقولوا فن الزواج، قرايه تاع الزواج باش يعرف كي يجي داخل الزواج هذه مسؤوليه، خاش بعض الناس يشوفوها متعه، وهذيك المتعه تخلاص لما تخلص المتعه يعاود يولي كما نقولوا خلاص يكره هذيك الحياه، وتعود هي تكره كذلك هذيك الحياه، ومن بعد تنقلب عن تولي الدار هذيك الدار واش ظلام، الدار تاع بغته، هو مادا به ما يدخلش في الدار، وهي مادا به ما تشوفوش، ونولوا في مشاكل اخرى. فلها وخاصه كذلك الوالدان، الوالدين حنا ندعو لهم ربي سبحانه يهديهم، لان بعض الوالدين يعني يحرشوا كما نقولوا بنتهم، يقولوا كذا وكذا وكذا، فلهذا حنا نقولوا الوالدين اغلبيه الحمد لله هم لاباس بهم، ولكن نقولوا حافظوا على بناتكم، حافظوا على زواجهم، والوالدين كيف حافظوا على اولادكم، حافظوا على زواجهم، ربي يصلح الاحوال. تمنى شيخ. الحمد لله ربي يصلح الاحوال. جزاك الله خير. الله يحفظك. شيخنا ابو عبد السلام احسن الله اليك. شكرا سيدي. بارك الله فيكم، شكرا للمشاهدين الكرام. في حول الله، لعل نجعل منه الموضوع الافتتاحي ان شاء الله. ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.